مساء الخير على كل السادة المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج خلاصة الكلام. خليني في البداية كده أتكلم إن إحنا استضفنا نجوم كتير في برنامجنا الحمد لله، والبرنامج ماشي باستمرارية محترمة. طبعا النجوم مش بالمحتوى اللي بيقدموه بس، لا، النجوم بأفعال بأقوال بتقدير الناس باحترام الناس بحب الناس ليهم، هو ده النجم. يعني النجم ما تقيسهوش كمحتوى بيقدمه، لا، قيس النجم بحب الناس ليه، قيس النجم باحترامه للناس، قيس النجم بتقديره لمواعيد الناس، ومش بيفكر في ان هو ايه الربح المادي او المكسب المادي في ان انا اجي في اي حته او حد يعمل معايا مقابله او الكلام ده كله. انا الحلقه اللي فاتت كان معايا نجوم من نجوم المهرجانات والنجوم السوشيال ميديا عامه، والنهارده ايضا معايا نجوم من نجوم المهرجانات ونجوم السوشيال ميديا برضه. بس خليني اقول النجم هو اللي بيحترم مواعيده وبينورني وبيشرفني، وطبعا شرف ليا ان هو يكون متواجد معايا، وان شاء الله تكون حلقه اضافه لكل الناس. بس في نجوم ما بتحترمش مواعيدها، هم اعتبروا خلاص ان هم خلاص وصلوا لمرحله القمه، وخلاص اشبعوا رغباتهم، ان الناس ماشيه في الشارع عارفاهم، وان الناس بتشاور عليهم، وما يعرفوش اساسا ان حب الناس بتيجي من الاعلام ومن الميديا، وان حد يقول ان فعلا ده نجم اعرف ان هو نجم بحب الناس مش بحاجه تانية. يعني حب الناس هو اهم حاجه. يعني انا كان الحلقه اللي فاتت كان معايا احد نجوم المهرجانات، سواء كان ريشه او سماره، كانوا مشرفيني ومنوريني. كان معايا المفروض يكون معايا برضو في الفقره الثانيه كزبره وحنجره، النجم يتكبر ان هو يجي القناه او يتكبر ان هو يجي الحلقه، فده طبعا يعني مش هو دي النجوميه، ومش هو دوت طبعا يعني ان انت تحسبها نجوميه. انا النهارده معايا نجوم برضو من نجوم السوشيال ميديا منوريني ومشرفيني، طبعا اعرفكم بيهم. معايا بوده، ازيك يا بوده؟ الحمد لله، منور الدنيا. الله يبارك لك. ومعايا النجم بيدو، الحمد لله، ازيك يا بيدو؟ مية مية والله. ومعايا السكر والعسل استاذ ومعشوق الجماهير حبيبي يا مدير شرقاوي، حبيبي استاذ مصطفى، بخير، منورني. طبعا خليني ابدا في البدايه طبعا ليكم، بوده اسمك الحقيقي ايه؟ عبد الرحمن محمد عبد الحميد. بس عبد الرحمن محمد. بيدو محمد صابر. محمد صابر محمد شرقاوي. محمد علي. لما تقولوش تاني شكرا. بس طبعا يا بوده، يعني انا في البدايه عايز اتكلم معاك كده في حاجه. يعني انت عملت اغنيه عايز الناس الاول تعرفها، الاغنيه جاهزه معانا يا شباب؟ سمعها للناس الاول. الاغنيه دي عملت نسبه مشاهده كام يا بيدو؟ يعني 15 مليون. 15 مليون، يعني قول ربع الشعب المصري بالوطن العربي مثلا. طيب زي الفل. بيدو انت برضو يعني من 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 مغني المهرجانات، وعملت اغاني مع حمو بيكا، وعملت حاجات كتير لوحدك والكلام ده كله. عايز اعرف ايه طموحك في الوصول لقمه في المهرجانات؟ يعني عايز ايه طموحك يعني عامه؟ والسؤال موجه ليكم انتوا الثلاثه على فكره، ايه طموحكم في ان انتوا توصلوا لقمه ايه في الميديا او في المجال اللي انتوا بتقدموه؟ توصلوا لايه يعني؟ انتوا اوريدي دلوقتي الناس كلها عارفاك. نعمل حاجات احلى من اللي احنا عملناها. يعني يبقى في تقدم. فئه كنا بنسمعنا معينه. لا، كذا فئه تسمعنا. كذا فئه بتسمعنا. محتوى يعني نكون بنقدم محتوى الناس تسمعه وتحسه بس. ده عن نفسي ده الهدف اللي في دماغي انا بجد والله. لا اي مقابل مادي بقى ولا اي حاجه تاني، انا بس عايز اقدم محتوى محترم. الناس دلوقتي بتتكلم ان المقابل المادي جاي لكم من السوشيال ميديا حاجه كبيره قوي وما يعرفوش. انا عايز بقى تكلموني كده عشان الناس تفهم. يعني انتوا دلوقتي بقى خلاص انتوا اصبحتوا يعني نجوم سوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا بقت خلاص هو يعني في ناس ما بتتفرجش على التلفزيون، واهم حاجه عندها الفيسبوك، الانستجرام، التويتر، اليوتيوب، وخصوصا التيك توك، وانت هتكلمني في التيك توك برضو. فانتوا اصبحتوا بالفعل نجوم، يعني الناس فاكره ان الربح المادي اللي بيجي من اليوتيوب يعني بيخليكوا فوق قوي وليله تانية يعني. فاحنا عايزين نفهم التفاصيل بقى. استاذ مصطفى حضرتك انا جاي لك ب 100 جنيه. عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه؟ يعني ما قدرتش اطلب اوبر. تمام تمام. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طب انا عايز اعرف ايه بقى الكلام اللي بيتقال دوت؟ انتوا بتقولوا يعني مثلا مليون، انتوا ما شاء الله فيديو يعني فيديو بوده 15 مليون، بيدو اللهم صل على النبي الناس دي برضه 22 23 مليون، وانت نفس القصه يا شرقاوي. بص بقى انا ممكن اقل حاجه مثلا 10,000 دولار. انا اقصى حاجه 8.
يعني انا اقصى حاجه 8 مليون، ال 8 مليون دخل لي منهم ايه؟ 8 مليون ما دخلناش حاجه خالص. انا وهو كمان كلام بيبقى نسبه، لان احنا في ناس بتعتمد قناتنا، يعني ناس بتشتغل عليها بيمسك الشانل بتاعتي انا وبده مثلا وبيده ليه نسبه، ليه نسبه الراجل ده، ليه نسبه. طب ده كده واخد النسبه كلها بقى، النسبه ممكن نقول مثلا 30%. 30% ماشي. بس يعني انا عايز اقول لك ايه، في حاجات بتترفع يعني على مواقع تانية احنا ملناش علاقه بيها، بس احنا اللي يعني اللهم صل على النبي، زي ما تقول ايه كده، الكفاءه بتاعتنا ان الموضوع بتاعنا اتشاف، اتشاف ان الموضوع بتاعنا اتشاف، مكسبنا بقى في الشارع، فاهم؟ مكسبنا من الشارع بقى، من الافراح والاوردرات وكده والكلام ده الحمد لله. طب انتوا بيجي لكم افراح اكيد، بس مش دايما يعني. انت قلت لنفسك انا واحد من الناس بخاف اطلع افراح والكلام ده، عشان انا راجل مش همشي بمين ولا همشي بايه، ولا الناس هجيبها منين اللي هتمشي معايا، ولا بنتزاول في حاجات كتير، بيبقى فيه مزاولات كتير. تمام. ما الراجل بيقول لك بطلع افراح عادي اهو، ما هو يطلع افراح عادي عشان انا بشتغل لايف برضو. عشان انت بتشتغل لايف. فاهم؟ يعني انا ممكن اشتغل لايف مثلا مع اورج، فاهم؟ مش ده بيبقى دايما اكتر من البلاي باك. فهمت قصدك. فاهم؟ فاهم قصدك طبعا. بيدو انت غنيت اغنيه، تمام؟ هنغنيها هتسمعنا دلوقتي وهتسمعها للساده المشاهدين. الاغنيه ديت معاك فيها حمو بيكا، صح كده؟ حسن شاكوش. وحسن شاكوش، صح كده؟ تمام. بيدو انت نجم، يعني ما حدش يقدر يقول غير كده يعني، تمام؟ بس ليه الترند واخده كله حمو بيكا؟ يعني مع ان حمو بيكا بيغني مع حسن شاكوش، ده يا جماعه اقدم من حمو بيكا. يا رزق بتاع ربنا. ما هو رزق، ما قلناش حاجه، بس هو محبوب مع حاجة. هو محبوب مع الناس يعني، هو شخصيته محبوبه مع الناس. هو حاله دي خد بالك، انت كلمه حاله دي هو ممكن يختفي يعني، هيظهر حبه وهيختفي. لا بس هو مستمر، عشان هو بيجدد من نفسه، يعني مش اللي هو هوجا وطلعت، لا هو بيستمر، اللي هو بيبقى بيشتغل على الاحسن. يعني اسم الاغنيه ايه يا بيدو؟ عيني على التاتو. عيني على التاتو. لو جاهزه معانا يا شباب حد يقول لي جاهزه ولا لا؟ تمام. هسالكم سؤال تاني برضو لغايه ما تجهز الاغنيه بيدو عشان هتغنيها. انا ليه بس نوضح معلومه بس عن كلمه حاله، عجبتني. هو عايز يقول لك اختراع، وعايز اقول لك اختراع، بس بيدو عنده مشكله. بيدو منامش، بيدو جاي من اسكندريه تعبان يا جماعه. ونورتني طبعا يا بيدو، حياه ربنا، ومشرفيني انتوا الثلاثه، ومنوريني طبعا اكيد. مين مثلكوا الاعلى عامه؟ انا مش هتصدق مين؟ عمرو دياب. كده فعلا مش لا اقعد بقى بود رايح شويه كده انت افور. انا بعشق عمرو دياب. بود جاي مقفر يا شباب. بصراحه انا انتش. تمام. انت مثلك الاعلى مين يا فيدو؟ ابن بلد احمد شيبه. احمد شيبه. بتحب نجم الكبير احمد شيبه؟ طب ما تسمعني حاجه لاحمد شيبه، المايك جنبك. سمعني حاجه، حافظ له حاجه؟ يلا سمعني. الله بسماء حالي الدنيا عانت برد وتعبي، ريحة صحيح تمدعبية، بس أنا جدًا وقادر أي حاجة إدّاها. الله عليك، الله يبيك، الله. وأنت شرقاوي، مثلك الأعلامي. ريد بول أي شاب مصري محمد. والله. أنا مسميه طاقة لأي شاب. طاقة. لأي شاب. بس محمد رمضان ممثل. ما هو ممثل وغن. عمل الاثنين. وانت كده انت قلت لي ان انت مثلت مسرح. انا بعشق التمثيل. بمثل مسرح من زمان. وانت اصلا شغلتك الاساسيه من التيك توك ولا من الاغاني؟ شغلتي الاساسيه من ايه؟ من التيك توك ولا من الاغاني؟ من الاغاني. من الاغاني. التيك توك ما بيديش حاجه. ما بيديش. هو في ناس معينه بتقول لك بيدي فلوس، بس انا ما اعرفش هو بيقولوا لي كده. بس انا والله ما خدت منه ولا جنيه برضه. بس نفعني. نفعك. يعني خلى الناس شافتني، وانا بعدين ربطت لينك الانستا فدخلوا الناس على ابلكيشن. لا متعقدين الافراح بقى ومتعقدين الحفلات والكلام ده كله، المفروض يعني دول نجوم، دول نجوم بمعنى الكلمه. الناس دي فعلا فاكراهم ان الناس بتكسب مكاسب ماديه رهيبه من اليوتيوب ومن التيك توك ومن السوشيال ميديا عامه. يعني انت حاسبنا بالالف دولار وقول بالمشاهده، فالناس بقت فاهمه ان المكاسب من السوشيال ميديا خلاص بقت تكفي حياتكم وتكفي دنيتكم. تمام. لكن الناس دي فعلا بتعاني بسبب ان في ناس بتاخد نسبه من اليوتيوب والسوشيال ميديا عامه. مش بنعاني يا مدير. هو احنا مش بنعاني، ده هو ده حق اي راجل بنشتغل معاه منتج، ده حقه. هو الراجل هيمسك قناتي ومش هياخد نسبه؟
لا ياخد نسبة. انت عامل انت وبيدو اغنية اسمها خراشي. ممكن ما سمعتكش لايف. ايه؟ ما سمعتكش لايف. سمعني كده حاجة لايف كده تكون انت حبيبها كده او انت بتحس فيها بنفسك يعني. خلاص اسمعك مش هندم ديت جابت 4 مليون دولار. 4 مليون مشاهدة؟ اه كاتبها وملحنها. تمام سمعني. مش هندم يوم عليكي ولا ابكي على اللي فات خسارة انا ابقى ليكي وفي داي الذكريات وفي داي الذكريات ما ترجعيش تبكي لي تاني ما تزوديش في احزاني ما ترجعيش تبكي لي تاني ما تزوديش في احزان بابك ايوه قفلته خلاص هتشوفي بقى وشي تاني والحب ضاع يا مسكره ولا انت لسه مفكره ان الحياه واقفه عليكي ولا انت مش متذكره حبيبي الله شرف الله يعني انتوا مصنفين نجوم شعبي مع ان في منكم اصوات بودة صوته حلو برضو بيدو نفس القصه وانت نفس الحكايه وانتوا اخترتوا المجال ده للشهره ولا انتوا حابين المهرجانات واغاني المهرجانات موهبه احنا موهبه سؤال موجه لكم انتوا الثلاثه قول موهبه بنمنيها يعني بتكبرها يعني فاهم يعني مثلا انا بغني من وانا عندي 6 سنين فاهم واصلا دخلت في مجال التمثيل وقابلت شرقاوي تمام يعني ده سر معرفتك بشرقاوي يعني اتقابلنا واحنا في المسرح تمام يعني كنتش انا اعرفه ولا هو يعرفني بس كنا نعمل اغنيه على المسرح سولو لبيت عليك قلت له خد تعالى هنا هلا تقف كده ليه كنت بقى شكلي بقى مش لاقي حد يديني دور قلت له تعالى غني معايا راح قال لي تعالى غني معايا اغنيه احمد سعد فاكرها نفسك ترجع لا قبلها اجيال ورا اجيال عايش عليها دي برده فاهم يعني المجال احنا كنا متعبانين فيه من صغرنا طب بيدو من اسكندريه عرفتوه برده ازاي يعني بيدو اسكندراني يعني انتوا من القاهره شركه انتاج شركه انتاج اخونا وحبيبنا محمود حسين اخونا الكبير هو اللي عرفكم على بعض يعني هتعملوا حاجه انتوا الثلاثه مع بعض عاملين حاجه لسه هتنزل ان شاء الله عملنا حاجه نزلت ولسه في حاجه انت عامل اغنيه اول اغنيه ليك يا بيدو اسمها الحضن الاخير في الحضن الاخير لا هي الاجمالي بتاعها 120 مليون طب انت عارف ال 120 مليون دوت ربح مادي ليك قد ايه فيما لا يقل عن 10000 دولار طب انت فين خدت حاجه من 10000 دولار ولاد الحرام بقى طب 120 مليون يعني انت بتحكي ان انت لو احنا اتكلمنا على يعني على مصر انت مصر تعدادها 100 مليون وشويه يعني وكسور طب انت بتتكلم على اغنيه عدت 120 مليون يعني ممكن تكون في ناس من الوطن العربي سمعت بره واتشافت يعني انت رقم حلو يعني وبعدين اغنيه مالهاش علاقه بالمهرجانات خالص اغنيه حزينه كانت حاله هي السنه اللي فاتت كانت عامله نزلت على السوشيال ميديا كلكم ما شاء الله اصواتكم حلوه يعني ما شاء الله حاجه مشرفه طب انت حافظ حاجه لعمرو دياب انا بخاف اغني له لا يلا كده جرب ما حدش غرمان حاجه يلا ماشي يلا ربنا يستر جرب ربنا يسترها فعلا نقول وحشتيني يلا عيونك شايفة وحاسسة مش عارف لا لا يلا كمل لا كمل لا ده الواقع والله مش عارف ان شاء الله كمل طب نقول اغنية غيرها عشان الاغنية دي بحبها بس من كتر ما بحب له اغاني ما بعرفش اغني له طب يلا قول اغنية غيرها طب نقول قال الوداع ماشي بس ما توقفش في نص الاغنية ماشي بقى بخاف من عمرو لا ما تخافش قال الوداع وهقول له ايه هو الوداع يتقال في ايه اخترته ليه واختارني ليه كان قلبي ليه هو قلبه مش ليا حسيت اني لقيت حلم السنين وصحيت فجأة بقيت من المجرحين الله حلو مش وحش زي الفل ربنا يستر زي الفل ربنا يسترها فعلا شرقاوي انت ما بتزعلش من الفانز بتوعك كلهم بنات؟ لا احكي لي الموقف اللي حكيته لي على القهوة ده وهم مش كلهم بنات موقف ايه؟ اللي انت حكيته لي على القهوة فكرني طب انا اقول اللي هو لما دخلت لوالدتك لما دخلت لوالدتي
البيج بدايه مشوارك. اه المشكله بتاعت ال مفيش خد بالك انت البنات بس هي اللي الفانز ليك على فكره. اما انا هو لا بدايه كانت بنات بدايه ده اللي انا بحكي لك فيه. بس دلوقتي ما مش معظمهم بنات الحمد لله كله يعني دلوقتي. طب اقول لك على حاجه، انا الوقت اللي كنت بقعد اسمع فيه السلبيات ديت كتير انا كنت بمشي كل اللي قابلهم الصور معاهم ولاد. ولاد فعادي هو قدامي حصل قدامي تمام. فالمهم انا كنت قلت لك انا موضوع التليفون ده انا كنت اصحى من النوم الاقي موشن البيض الاقي بقى الشاشه غرقانه بامانه والله مصدق بتضحك والله مصدق فكنت بحزن بزعل صراحه صح. كنت اقوم سايب التليفون واطلع اتكلم مع امي اقول لها هو انا دمي سم هو انا في حاجه لا والله انت زي الفل ولا المهم قالت لي جابت لي سيره فنان الجميل عبد الحليم لما حدفوه بالطماطم والبيض بتاعه طبعا ده فنان جميل ما نقارنش بيه يعني طبعا طبعا بس هي الفكره ان هي ذكرت لي اسطوره قالت لي ان هو اتحدف بحاجه وبتاعه وراح غنى لهم نفس الاغنيه اللي حدفوه بالطماطم والبيض في نفس على نفس المسرح وراح غناها لهم لما بقى عبد الحليم حافظ صح. ان شاء الله انت تبقوا في احسن مكان باذن الله وانتوا اوريدي بقيتوا نجوم وان شاء الله تبقوا في احسن مكان باذن الله ربنا يخليكم. دي حاجه المفروض تبسطكم وحاجه ما تضايقكوش. جاهز بايه يا بودة نسمعها تاني منك حاجه تاني نسمعها. لايف ولا لا نقول انا سكسد ابوك. جاهزه معانا نسيت وسيد ابوك نسيتك وسيد مش جاهزه. طيب بيدو انت رزقك اللي موجود معانا دلوقتي ده حظك دلوقتي سمعني موجع قلبي انت عاملها هي طبعا مش بتاعتك انا عارف بس انت عاملها بطريقه جميله قوي فعايز اسمعها منك. هشتغل يعني مش حل جاهزه. طيب ارتاح حقك عليا المخرج هكلمه بعد ما اخلص مالكش دعوه بنت الحوار دي انا اقعد مع المخرج عشان دخل في الكنترول قال لي جاهزه انا هكلمه بعد ما اخلص. طب اقول موال قول موال والله كده موال شعبي سمعني موال الله يبعد عن الكلاسيك والرومانسي بالظبط. الجدع مش ماشية معاه ده الجدع الدنيا ما عنده والخسيس ابن الخسيس الناس بتعلف مستواه أكل ومرعى وقلة صنعة والدنيا بتدي الأندال ناس نازلة وناس غيرهم طالعة وقفنا على ده الحال لا طولنا عينا باليمن ولا طولنا بلح الشام قدرت ناس يا الزمن كلت وهدرت كلام. طب وقف الحال ده ورانا ورانا عشان جدعان مش ماشية معانا ده احنا تعودنا اننا ندي عمري ما حد في يوم ادانا احنا تعودنا اننا ندي عمري ما حد في يوم يوم ادانا. الله تسجلتها دي يا بودة؟ لا دي مش بتاعتي. مش بتاعتك؟ بتاعت مطرب اسمه شريف المصري. شريف المصري لا بس انت قايلها اداء جامد جدا يعني حاجه محترمه. يا بودة انت وشرقاوي اغنيه مين اللي كاتبها وجات ازاي الفكره والكلام ده كله؟ انت اللي كاتبها؟ انت اللي كاتبها؟ ازاي؟ احنا على الهوا بالحب انا اللي عايشها. ايوه بالحب انا عايشها. انا مين اللي كاتبها؟ بالحب مشيها بالحب بالحب مش خلاص تمام. عاملين الاغنيه جات ازاي؟ كنت انا عامل انا اتغيرت وشرقاوي عمل مش هندم مع محمد الريس برضو ده اللي بيوزع علينا يعني ده اللي بيوزع ده اخونا الكبير يعتبر فاهم؟ حبيبنا يعني خير علينا كلنا يعني تمام انا مسميه وش الخير طبعا طبعا وعاملين جت ازاي بقى كلمت شرقاوي في التليفون طبعا احنا نعرف بعض من بدري يعني من المسرح بس ما كانش في بقى كلام لما مثلا عملت الاغنيه وعمل الاغنيه الريس عرفني عليه وبتاع وكلمته على الفيس افتكر ودخل لي لايف كنت انا زعلان اتكلم بقى لقيته متزمر قوي وطلع الناس يقول لهم انا صاحب اغنيه انا اتغيرت اقسم بالله يا جدعان انا صاحب اغنيه انا اتغيرت قلت له ايه ده يا بود صل على النبي تعالى لي خلاص نشوف الدنيا فيها ايه لقيته برضه متنرفز وما شافش الكومنت قلت له لا ده انت رجليك شالتك بقى انا اتغيرت واتسرقت اغنيتك اتغيرت خلاص انا هسرقها بس فاهم بس فكلمته قلت له طب انا بعمل اغنيه كذا كذا الفي بتاعها كذا كذا رحنا سجلناها طبعا ما كانتش جايه معاه خالص الاغنيه ما كانتش جايه معايا والحمد لله اعلى اغنيه لنا وهو يعني كل واحد كده كلمة للناس والمشاهدينكم ومتابعينكم تمام
كلمه للناس اللي بتتابعكم، اللي نفسه في حاجه عايز يقولها على الهواء يقولها، كل واحد كده في كلمه في دقيقه لكل واحد. يلا. طبعا انا احب اشكر امي وابويا من غير المايك، انت لبست المايك سيبه ممكن عادي. واشكر اي حد وقف جنبي تمام. يعني واللي ما وقفش جنبي برضه اشكره، يعني عشان برضه ساعدني ان انا اعافر فاهم انت واجتهد واوصل. وانا اشكر اي حد، واشكر محمد الرئيس طبعا ده اخويا الكبير، واشكر اي حد يعني مش في اسامي كتير قوي وقفت جنبي فانا بشكرهم كلهم تمام. بس بيدو نفس النظام، بشكرهم وابويا وكل خلاص نختصر الكلام ونقول زي ما قال بوده شاور، نقول زي ما قال بوده وخلصت الليله على كده. انت شرقاوي هتقول نفس الكلام، بيكم حاجه ومن غيركم ولا حاجه. الله عليك، ده بقى العقل المفكر بتاعكم. يلا سمعنا بيدو، نختم بيك، سمعنا اغنيه انا عيني على التاتو ديت. انا ما اعرفش المسمى غريب شويه بس اكيد الاغنيه محتوى طيب اكيد اهو ماشي كده. يلا نختم بيها، نورتوني اكيد. ارجع بس قبل ما نختم، ارجع لجمهورنا نورتوني. طبعا بقول لكل الساده المشاهدين انتظرونا ان شاء الله الحلقه القادمه في فكر جديد ان شاء الله في البرنامج، وحاجه تطور جديد وضيوف ان شاء الله جداد. اشوفكم على خير ان شاء الله الثلاث القادم. بشكركم طبعا، نورتوني يا بوده، نورتوني يا بيدو، نورتنا يا شرقاوي. اشوفكم على خير، وبشكر محمود ناجي اخويا وصاحبي اللي تعب معايا في الحلقه النهارده. كل الشكر للمخرج الجميل محمود ناجي، مصطفى بدران، صدام هيكل، كل الناس الجميله اللي بتقف معايا، كل الدعم ليهم طبعا وكل الشكر ليهم. واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. وخلصت الكلام.